خلينا ناخذ بعد هذا المنشور الصفحة اللي بعديها. منشور سن حريب، المنشور يعني المنشور هذا الشكل اللي بيعرفوه جماعة الهندسي من القرن السابع قبل الميلاد 691. هذا شيء جدا حلو، لأنه عمليا هذا المنشور هون بيسجل انتصارات الملك سنحريب المعروف لنا اللي احنا ذكرناه قبل شوي، تفضل القسيس وذكره، وبيكتب عليه في الكتاب المسماري في سنة 691 قبل الميلاد، ووجد في نينوى عاصمته. إذا هو وجد في المكان الطبيعي، وهذا موجود، وارتفاعه 31 سنتي وقطره 17 سنتي معروف بالضبط لنا، موجود اليوم. القنصل البريطاني في ذاك الوقت اكتشفوا الملك سنحريب يفتخر في حملاته العسكرية وحملة يهوذا، وكيف عصى على الملك حزقية، وبيوصف الغنيمة اللي أخذها والأسرى وأكثر من 200 ألف، ولكن بيقول أنه رغم عدم تدمير أورشليم لكن الملك حزقية واصل يدفع ضريبة يعني غصب عنه. وهذا طبعا اللي احنا بنقراه في الكتاب المقدس. في السنة الرابعة العشرة للملك حزقية صعد سنحريب ملك أشور على جميع مدن يهوذا الحصينة وأخذها، وملوك الثانية 18 طبعا. وفي المنشور مكتوب أما حزقية اليهودي، شوفوا الاسم يهودي يعني من مملكة يهوذا، الذي لم يخضع للغزاة، اسمعوا، 46 مدينة حصينة والمدن الصغيرة التي كانت في المنطقة حاصرتهم وأخذتهم. هذا يعني النص اللي قريناه من المنشور هذا اللي كتبه سنحريب. وفي طبعا الكتاب برضه في ملوك الثاني 18 بيكمل وبيقول انه ملك اشور اجى على ملك حزقية بجيش عظيم واتوا لاورشليم، وبيوضح يعني المقابله بيناتهم كثير كثير جميله. بالفعل اشياء رائعه، شهادات خارجيه. نشكر الله نشكر الله نشكر الله لاجلها.